لا ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي يوم 26/12/2021، ومعاكم قناه المواشي اليوم. وتعالوا نشوفوا البقر العشر والوالد واللبن مع المعلم محمود بتاع محل فرنوه. اللهم صل على النبي التاجر الصادق الامين التاجر المحترم. صباح الخير يا عم محمود. صباح الفل. عامل ايه يا عم الحاج؟ والله تمام. الله يكرمك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. عرضك ايه النهارده يا عم محمود؟ معايا عشر ولبن درجه اولى يا استاذ وائل. بسم الله ما شاء الله، عشر ولبن يا جماعه درجه اولى، الحاجه الفاخر، الحاجه النظيفه اهي. بسم الله ما شاء الله، المال الطيب يا جماعه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بتاع مزارع ده يا استاذ وائل. بتاع مزارع. نوح ايه يا عم محمود؟ فريزيان اصلي؟ الماني. الماني، بسم الله ما شاء الله. فريزيان الالماني يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عشر ده عم محمود ولا لبن؟ عشر ثلاثة ولبن. عشر ثلاثة ولبن، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عشر ثلاثة ولبن، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نروح انا يعني؟ نروح بس انا على جنب. عاملة كام دي يا عم محمود الله وكيل؟ الاثنين دمت على بعض شهر واحدة والله يا استاذ وائل. عشر الثانية برضه؟ ايوه دي ثلاثة ودي ثلاثة. دي ثلاثة ودي ثلاثة، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 15 كيلو في اليوم يا جماعه، والثانيه 15 كيلو في اليوم. بسم الله ما شاء الله. ما تجرب لنا الحلبات كده؟ حلبات كده، الاربع حلبات الله يبارك. استاذ وائل بسم الله ما شاء الله. استاذ وائل من اللهم صل على النبي. ثواني بس ناخد الحلبه دي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما فيش طبق ولا حاجه ناخد الحليب ده خساره. اللهم صل على النبي. الاربع حلبات اهم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ايوه احنا نطول عليكم شويه برضو، بس احنا بنوصله للمشاهد كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه لازم توصل بالتفصيل. اهي بسم الله ما شاء الله، الاربع حلبات ماشي. تاني رخ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الاربع حلبات اهم يا جماعه. طلع الحليب على ظهرها لما تخلص. ها بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الاربع حلبات اهم يا جماعه. صلاة على النبي. قول له لبن يعني الحاج محمود النهارده بعرض حاجته بما يرضي الله يا جماعه. تاخد منه وانت مغمض. لو انت في بيتك واتصلت بيه وعايز حاجتك ابعت عربيه تحمل حاجتك بما يرضي الله وانت في بيتك، وحاجه بضمانه وحاجه مضمونه يعني. راجل بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عاملين كام يا عم محمود الاثنين دول؟ دول ب 55500. 55500 تمام. الاثنين دول 55500. اللهم صل على النبي. يعني الواحده ب 25 و 250. 27 ب 27 ونص. بسم الله. و 28. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا عم محمود. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. كسر 6 برضه 10 3 ولبن. الثالثه دي؟ ايوه كسر 6 سنات و 10 3 ولبن. كسر 6 سنات و 10 3 ولبن. اللهم صل على النبي. كسر 6 سنات يا جماعه هي و 10 3 ولبن. ممكن تجرب لنا الاربع حلبات؟ معلش يا اخي. هنبهدلوك بقى الجو الشتي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. حلبتات يا جماعه، عشر ثلاثة وكسر ست سنات ولبن. اللهم صل على النبي. معلم محمود عوض عرضه جميل يا جماعه النهارده اهو. العز البضاعة الفاخر ومن الاخر. اللهم صل على النبي. صل على النبي صلي. عليه الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه واصحاب المال. الله يبارك للي هيشتري برضه. اللهم صل على النبي. بص على بيتباع بالمتر هنا يا استاذ وائل. اللهم صل على النبي. الله يبارك. بيتباع بالمتر ده. ده الرجابي الزياده. اللهم صل على النبي. ده قد ايه لبن؟ قد ايه؟ 87. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يحلب احسن بقر من طيب. كده كمان. اللهم صل على النبي. ست سنات. ست سنات كسراه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. يا استاذ وائل ما تفرجش هنا. عاملة كام؟ الماني اصلي. الله يبارك لك يا عم محمود. الماني اصلي. الماني اصلي خالص. الله يبارك لك. 30 كيلو في الميلاد، لما تولد فيها 30 كيلو لبن. لما تولد فيها 30 كيلو. 30 بسم الله ما شاء الله. الاخرانية دي قلت عشر كام يا عم محمود؟ عشرها 3 نضيف. عشر 3 نضيف. فيها قد ايه لبن؟ اللبن 11 كيلو في اليوم. 11 65. الله يبارك لك. عاملة كام الله وكيل يا عم محمود؟ الله وكيل ب 26500. 26500. قبض صاحبها 26500. الله يبارك لك. يعني ما تقلش عن كده حاجة يا عم محمود. الله وكيل اللي قبضه صاحبها. اللي قبضه صحيفه لسه عراقكم لسه طبعا. أيوة. الله يبارك لك يا عم محمود. محشي في العرق هو ب 100. الله يبارك لك يا عم محمود. ولبن بقينا في نص الربيع بقى يا استاذ وائل، وعشر 6 و7 فيهم لبن قد الوالده. الله يبارك لك. يعني السوق حلو النهارده يا عم محمود؟ السوق حلو النهارده.
يعني اللي عايز يشتري حاجه يشتري لي من جوه. عايز يشتري يشتري من جوه مريح النهار. الجو والشتاء مخلي الجو الجو مريح. الله يبارك لك عم محمود. الله يرزق اللي يشتري. طب قول لنا رقم تليفونك تاني عم محمود. 010 استاذ وائل. 010 6 6 8 8 9 9 8 8 8 8 2 2 5 2 2 5 المعلم محمود عوض. المعلم محمود عوض محل تورنو. ابو اتهم واحد بس. ابو اتهم واحد بس. الله يبارك لك ابو اتهم. والله وربنا اللي ياخذ منه بقره يبقى ربنا كرمه. برضه هتعمل واجب مع اللي تواصل معك تبع قناه المواشي اليوم. تحت امره اللي عنده الفيس. الله يبارك لك عم محمود. قناه المواشي اليوم. الله يبارك لك واجعل صباعك ابيض ان شاء الله يا عم الحاج. الله يبارك لك عم محمود. بسم الله ما شاء الله على عرض عم محمود عوض يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عرض جميل النهارده اهوت. وبسم الله ما شاء الله على العرض. اللهم صل على النبي. البقر العشر يا جماعه عشر ولبن. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا معلم رامي صباح الخير. عم محمود طبعا بتعامل معاه احلى 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 طير في الدنيا كلها. الله يبارك له ابواتها. احلى بهاي. الله يبارك له. بتاخد منه ولا بتبيع له؟ خلي بالك تخش كده خش يا راجل. بتاخد منه وبتبيع له؟ الله يبارك له. نعم والله بهاي مرامي الحاج امين بتروح لحد البيت. الله يبارك لك عم محمود. حمله تروح لحد البيت. بتروح له لحد البيت. الله يبارك لك عم محمود. مضمونه وكلمه صدق. لا الله يبارك له. لا صادق عم محمود وبما يرضي الله والارزاق على الله يا عم. رزقه والله. ايوه لكن الكذب مش سكته والغش برضه مش سكته. يقول لك كذا يبقى تلاقي فيها كذا. كم لبن كذا لبن يبقى بيرد الله. راجل صادق يا عم. الله يبارك لك. والنبت سوى رجب. الله يبارك لك عم محمود. بسم الله ما شاء الله. عم رجب صباح الخير. ايوه سوى رجب. صباح الخير يا عم الحاج. ناركم ابيض. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك عم محمود. اللهم صل على النبي على البقره يا جماعه. عم محمود عوض اهوت. الله يبارك له. ما شاء الله تجارة السماح والرضا. صباح الخير يا معلمي. المعلم حمادة ناصف. المعلم حمادة ناصف قاعد فين يا عم حمادة؟ ياخد من هنا لازم يدعي لي. لازم يدعي لكم لان بيعيدكم سموحه. من ضمن هو. من ضمن هو. من هنا حته بالظبط؟ من ضمن نفس البلد. الله يبارك لك يا معلم حمادي. صباح الفل. بقر الوالد طبعا النهارده. حج سالم. حج صباح الخير يا عم الحاج. نهارنا ابيض والله. صباح الخير يا عمدي. والله نهارنا ابيض. الصلاه على النبي. النواره طبعا. عم سالم الدفعان صباح الفل. الناس الحلوه. حبيبي الله يبارك لكم يا حاج. نهاركم ابيض. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عسل. نهارنا ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك. اعمل لي كده. مفيش كده تجاره السماح والرضا. تجاره السماح والرضا حبيبي. الله يبارك لك. تجاره السماح والرضا. والرضا. الناس الحلوه. الله يبارك لك يا حاج. نهاركم ابيض. الناس الحلوه. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. حاج حمادي ورا ذكر ولا انتاي؟ انتاي. عمر قد ايه دي؟ عمري 15 يوم. 15 يوم. بقره والده يا جماعه. نحي فريزي اصلي ولا خليط؟ خليط. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن يا حاج حمادي؟ فيها 55. 55 بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 55 لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ماشي يا حاج وليد. تاني والدة برضو حاج حمادي. 30 و500 تحت سبعات لبن. سبعات لبن. وراه ذكر ولا انتاي؟ وراه انتاي. بص يا وليد الراجل وليد. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له. فقد ايه لبن يا حاج حمادي؟ سبعة وسبعة. سبعة وسبعة لبن يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. سبعة وسبعة لبن. وراه انتاي. عاملة كام يا حاج حمادة دي؟ 30 و500. 30,500 بمرض الله الحقيقي. يعني لو حد تواصل معاك وعسى بنفس الثمن ما تقلش حاجه يا حاج حمادي. حسابه بقى عرقنا بقى عرقنا. الله يبارك لك. انا من الساعه 8 بالليل. الله يقويكم يا رجاله. احنا سايبين الجماعه بتوعنا في البيت. الله يبارك لكم يا حاج. اكل عيشكم. لا يا حاج ماشي. الله يكرمك. بقول لك ايه؟ نعم. جيلك ربنا حاربنا ما ينساه. لا بس احنا بنسيبوه عشان الخير ده. اكل عيشكم ايوه يا حاج. الله يقويكم. امال ايه؟ وده يا حاج حمادي عامله كام؟ عمره 26 ونص. 26 ونص يا جماعه. وراه ذكر ولا انتهى؟ نتايا برضه. ومتناول للجميع. ومتناول للجميع. 26 ونص المعلم حماد اهوت. ده منهور يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. نعم. تجاره السماح والرضا. تجاره السماح والرضا. طب رقم تليفونك يا معلم حمادي. صباح الفل يا حاج. تجاره السماح والرضا ومفيش بعد كده. مفيش بعد كده. 010 10 52 52 338 3 3 8. اه الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. تبعهم حبيبي. يلا عمك الحاج بن رشاد. حبيبي من صف 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 الناس المحترمه على راسنا يا عم الحاج. يوم في الاسبوع خمس بقرات. الله يبارك له حاج. المزرعه. الله يبارك له حاج. انتوا ناس محترمه وناس صدقه. الله يبارك لك. طبعا كل رجاله معايا هنا. ناركم ابيض. معايا درج واخد حلوه.
حلو يا عم. يجعلها مبروكة عليك. الله يبارك. يجعلها مبروكة عليك. الله يكرمك يا حاج. ناركم ابيض. عم سالم القطعان. عم سالم صباح الله فل يا عم سالم. مش شاكرين يا معلم حمادي. نارك ابيض. الله يبارك لك. يا جماعه سوق البقر العشر والولد واللبن في سوق دمنهور الدولي العمومي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بالله عليكم الاشتراك في القناة عشان نوصل لكم أسعار يوم بيوم. قناة المواشي اليوم يا جماعة يوم بيوم وخمس أيام في الأسبوع بنصورهم سوق أبو المطامير وسوق الدلنجات وسوق الدولة دمنهور العمومي وسوق أبو حمص وسوق التوفيقية تبع مركز تيل برود البحيرة برضه. بسم الله ما شاء الله. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.